هادشي فين لقيتو؟ هادشي كتمشي مشيت عند واحد الرقيقه كتهضرت معاك. شي كاين شي كرسي هنا حدايا جيبي؟ لا ماكاينش. كاين كاين مين كاين شي حاولي ترفعي صوتك شويه. كنا مشينا عند واحد الراقي باش غادي نديرو سميتو. كاينين الناس كيكونوا على هضري هكاك وهضري. كنا مشينا عند واحد الراقي باش نديرو عند الرقيه. وكاينين الناس كيكونوا قدامهم اللي ما بحال كما كتقول كيصطادوا الناس. كيصطادوا الناس وعلى اساس مشينا على انه غنديرو الرقيه. وهو داكشي كيبدا يقرا في الاول ماشي نفس داكشي اللي كنعرف انا على الرقيه. من بعد كاين واحد حد بحال القله فيها الماء وحط عليا نحط عليها يدي ومن بعد طاح فيها داكشي. هذا الشيء اللي خرج في هذيك القله اللي على اساس راه كيقرا ومي كيقرا في خاطره بلا صوت. كيقرا في خاطره بلا صوت هذه من علامات الساحر. زيد كان كيقرا في الاول بالصوت شويه ما بقاش كيقرا بالصوت. زيدي وصافي. وهي فين 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 لقى هذا الشيء؟ خرج هذاك الشيء من في وسط واحد الماء. جبدو في سميتي فيه فيه واحد القرعه معلقه في شي حاجه في العقادي في صغب ديال شي حيوان في واحد القرن واحد القصبه فيها شي هذا الشيء هذا كاين وسط هذاك الشيء. انا ما عرفتش هذا الشيء شنو. واش قال لك هو في التالي؟ صافي لقيت الميكرو كنت باغي عليك. قال لي بالله هذا الشيء راه كان معمول ليك وراه خرج وصافي. هذا الشيء قديم كان داسو باش كيجي يقول لك كان معمول لي. ما نعرف والله ما عرفت عليه حتى حاجه. هذا الشيء فكاش هذا الشيء درتيه شي عام ماما البرد كيف داك العام وراه واخا كي باقا مريض. ما كاين حتى تغيير ولا كاع بيغ. نقدر نقول هذاك قبل كورونا. شدي هكا تهلا فيك. قدر الله ما شاء فعل. هو ادعى انه راقي في البدايه. نكمل هاد الوريقات. اغلبيه كتهضر على الراس. الراس 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 هو انا كيضرني راسي و كيولي عندي واحد الكونترول ما كنكونتروليش. انا وليت ملي كنتكلم على العاشق ملي كنهضر على العاشق كيبان ليا شي حد. كنت قلتها لك بلا وجه ما كيبانش ليا الوجه على الجسد. وهذاك اللون اللي لابس ماشي بيض بيض مي عجوز يمكن حيت يديه مكمشين وعنده عكازه. وفي اول مره شفتو بحال عنده لحيه. انا جاب لي الله بحال كنشوف شي فيلم قديم ومولفه كنشوف افعى ولا حيه كما عرفتش كيفاش كتسميها فاش كنشوفها كحله شحال هذاك كنشوفها بيني وبين الزوج. وكنحل عيني ومازال كنشوفها في المنام. انا بحال حليت عيني وقلبت وجهي واش انا حل عيني ولا لا ما كتوشينيش عا كتمشي وكتجي ما بيني وبين. المهم كاع الحصص تاثر فيهم الراس ديالك. والحرق والعذاب كيتحرق ليا وجهي كنحس بالحرق في هذا الشيء سيرتو. و واحد الحصه كنحس عينيا كيرمش وانا كنحاول كونتروليهم باش يسدوا ما كيتغيروش بحال كيمشيو ويجيو. وملي حليتهم كانوا حمرين ومعرقين ومنفوخين. وجهي كيكون في لون اخر. اختي ما جاتش معايا ما هي اللي كتكون معايا ديما. يقدر حتى راجل يقول لك واش انا كنت بحالك ولا ما كنتش بحالك. فهمتك. هو يحكم على هذا الشيء. ما عرفتش انا كيفاش وليت عصبيه بلا قياس. شنو هي التغييرات اللي طرأوا عليها؟ بحال الاعصاب بحال بحال شي حاجه بحال كتهضر معاه بحال شي واحد كيهضر بلاصته في الوقت في الوقت في الوقت كترجع ليا اش قلت لك؟ كترجع كنرجع ما عرفتش شنو كتقول لي. ما كيتهرجش وهذا الشيء كجبد لي نقاشات معاه ومع العائله مع كل شيء. دابا تصحاب والعائله والعزله ولات بزاف كاع شحال هذاك شويه. كنقول انا بيتوتيه زعما انا كنبغي داري. مي دابا سي كثر من انا كنبغي داري ما كنبغي نهضر مع حتى واحد. تبغى تخير غير راسك. ميم الراجل اللي غنهضروا على العلاقه ديالنا الزوجيه كتكون حتى واحد البرود. ان احنا الناس ماشي كنا علاقه لحقنا وتزوجنا صدفه. كان عن حب. ما تزوجناش فرازار ولا ما
هو صبور، انسان صبور، مش نقول لك انسان خايب ولا لا، ماشي حيت كاين ماما كتعرف هادشي كامل، ولكن انا ما كنبغيش نكون هذيك الانسانه اللي كتغريسي بحال انا كيجيب لي راسي انا اغريسيف كنغريسي كنبليسي فوالا فهمتك. وانا ما عاجبنيش نكون هكاك، انا ما في حياتي العاديه انا كنحاول ندير اكثر من جهدي باش نرضي عائلتي، وفي الاخر في اخر المطاف كنلقى راسي ما راضيه حتى واحد، كنادي كل شيء كنبلا انا غير قصد، ماشي انا كنحاول ناديهم. انا ما بديت كنمشي في هاد الطريق غير ملي طرا هاد المشكل ديال بنتي ديال عينيها، ما قبل هادي راه عام ملي كان عندها عام اكتشفنا بلا عندها هاد المرض ديالها، وهي كدير الدواء في العرق، 8 العمليات دابا والتاسعة في ياك 8 دابا 9 في شهر 11 هاد اللي جاي. باش على بسيطك تمشي كتشعل بسيطه ماشي اش على عمو انا مخنوق يلا نشكر الله نبدي وحط هذا الكرسي وعطيه له يجلس عليه في الوسط وانت يجلس نقدر نسجل راسي ما عنديش مشكلة عطيني الهاتف ديالك نسجل ما بقى ما درتش بلاك انا غادي نكتب لك يا محمد نقدر نقول لك شي حاجه طرات تفضلي مؤخرا كنت خارجه وطرا نقاش ما بيني وبين اختي فاش كنا انا وياها وملي جينا هنا خويا اللي صغر منها بغى يحيد هذاك سوء التفاهم اللي كاين فما جيت هضروا تفاهموا خرجنا على برا صافي طرات شي حاجه عجيبه انا عمري ما تاثرت ما هضرت شي حاجه وما لا حساب اللي كنهضر بحال ثلاثه الناس كيهضروا ماشي واحد ماشي الدمور عدا وحال مره مشيت للجامع باش نصلي صوره الفاتحه ما عقلت ماما ما قدرتش نسكت في الجامعه ماما كتعاود ليا ملي كنت صغيره كانت كنغيب حتى كيحطوا عليا جداتي تحط عليا زيت في الكحل على وجهي عاد كترجع داك الشيء كان بزاف المشاكل اللي صايره بزاف المشاكل كانت صايره ولكن حنا ما كناش نقولوا هذاك الشيء صحيح ماما اول مره كتيق ملي طرا لي هادشي في المغرب هاد المره هذه هاد المره هذه كنقول لها صافي ما تفيتش هاد ما صافي ما عندك حتى حاجه عندك عندك الاوهام وكتعصبي كنقول لها عندك الاعصاب صافي حاولوا تغمضوا عينيكم كاملين وتركزوا معايا مزيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السماء سقفا محفوظا إن ربي على كل شيء حفيظ له معقبات بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم جميع لدينا محضرون
لدينا محضرون فإذا هم جميع 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 لدينا نظرت وما قالت ما شاء الله نظرت
هنا قالت تبارك الله اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل بدانا وضررها وشرها اللهم اطفئ حرها وابرد حرها واخرج حرها وازل بدانا اللهم اطفئ حرها وابرد حرها وازل لدانا وضررها شرها لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير الأبصار أبزاغت عنهم الأبصار ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم اللهم أبطل عينا أصابت صدرا فضيق اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فغيرت اللهم أبطل عينا أصابت عقلا فبلدت اللهم أبطل عينا أصابت علما فضيعت اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فغيرت اللهم أبطل عينا أصابت نور وجه فبدلت اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فغيرت اللهم أبطل عينا أصابت عقلا فبلدت اللهم أبطل عينا أصابت علما فضيعت اللهم أبطل عينا أصابت جمالا فغيرت اللهم أبطل عينا أصابت عقلا فبلدت اللهم أبطل عينا أصابت عقلا فبلدت أصابت علما فضيعت بسم الله تبطل كل عين أصاب على المحبة بين الأزواج أصاب كل عين أصاب على الألفة بين الأزواج أصاب على المودة بين الأزواج أصاب بسم الله تبطل كل عين غادرة بسم الله تبطل كل عين فاجرة بسم الله تبطل كل عين فاسقة بسم الله تبطل كل عين حارة كل عين نظرت وما ذكرت وما بركت وما كبرت وما قالت ما شاء الله بسم الله تبطل كل عين أصابت الجمال فغيرت فبدلت فسودت فشوهت اللهم اطفئ حرها وابرد حرها وهو
وهو اللطيف الخبير. أمزاغت عنهم الأبصار فارجع البصر ما الترى بما فطور، ثم ارجع البصر كرتين يا قلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وحفظناها من كل شيطان رجيم بسم الله تبطل كل عين غادرة، بسم الله تبطل كل عين فاجرة، بسم الله تبطل كل عين فاسقة، بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت وما مرقت وما كبرت وما قالت ما شاء الله وما قالت تبارك الله. بسم الله تبطل كل عين حارة يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، أم يحسدون الناس على ما فضل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا بسم الله تبطل كل عين غادرة، بسم الله تبطل كل عين فاجرة، بسم الله تبطل كل عين نظرت وما ذكرت وما بركت وما كبرت وما قالت ما شاء الله وما قالت تبارك الله وما ذكرت وما بركت وما كبرت
اللهم اطفئ حرنا وابرد حرنا واخرج حرنا وانزل لنا وضرنا وشرنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم عقد للتفريق بين المرأة وزوجها. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحرا عقد لنفور الزوجة من زوجها بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها في كل شيء في المحبة في المودة في كل شيء. اللهم أبطل سحرا عقد للتفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد. عقد لنفور الزوجة من زوجها بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل كل سحر عظيم يخدمه عاشق يحرزه عاشق توكل به عاشق عليه عاشق يحرزه عاشق عاشق والغاد يسمع ويرى عاشق والغاد يقدس ويتوارى
والواد عاشق والواد أحب الجمال عاشق والواد استحسن الحسن والجمال عاشق والواد أحب الذوق والشكل والمنظر والمنظر والجمال عاشق عاشق يسمع ويرى عاشق يستخفي يتورى عاشق يختفي ويتورى عاشق عمر الرأس عاشق سكن الرأس عاشق سخفى في الرأس عاشق يسمع ويرى عاشق 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 والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة 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 ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك إلا بسم الله العظيم الكريم بسم الله العظيم الكريم بسم الله العظيم الكريم بسم الله العظيم الكريم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عقد لنفور الزوجة من زوجها يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عقد التفريق بين المرأة وزوجها بالقلوب والأجساد يبطل كل سحر عظيم عقد لنفور الزوجة من زوجها بالقلوب والأجساد بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر أينما كان أينما كان وكيفما كان أينما استخفى وكان أينما توارى وكان إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وسحروا أعين الناس واستغربوه وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا وجاءوا بسحر عظيم 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 الله أكبر من كل عاشق توكل بسحر عظيم دخل بسحر عظيم تسلط بسحر عظيم توكل بسحر عظيم
تسلط بسحر عظيم، توكل بسحر عظيم، دخل بسحر عظيم. بسم الله العظيم الكريم، يقال كل سحر عظيم، يقال كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم. دام وطال سنين، فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. بسم الله وبأمر الله تحل كل عقدة، بسم الله وبأمر الله تفك كل عقدة، بسم الله وبأمر الله تدمر كل عقدة، بسم الله وبأمر الله تحل كل عقدة أينما كانت وكيفما كان، بسم الله وبأمر الله تحل كل عقدة أينما استخفت وكانت، بسم الله وبأمر الله تحل كل عقدة أينما توارت وكانت، بسم الله تحل كل عقدة أينما استخفت وكانت، أينما توارت وكانت، أينما اختبت وكانت، أينما استخفت وكانت، أينما توارت وكانت. بسم الله، بسم الله، بسم الله تحل كل عقدة، تفجر كل عقدة، تدمر كل عقدة، تفك كل عقدة، تحل كل عقدة، تدمر كل عقدة، تفجر كل عقدة، تحل كل عقدة، تفك كل عقدة، تدمر كل عقدة أينما كانت وكيفما كانت. لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرضين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب السماوات السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب الإنس وما جلت وما غوت، نسألك اللهم يا رب بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائما الفضل، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منجي الهالكين، يا إله الأولين والآخرين، يا ناصر المظلومين والمستضعفين، يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا مجيب دعوة المضطرين، اشف اللهم يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، وعافي مبتلانا يا رب العالمين. اللهم انزل رحمة من عندك تهدي بها القلوب، ترفع بها البلاء، وتنزل معها رحمتك ونورك وهداك والشفاء،
شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسنا ولا ألما. اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا مجيب دعوة المضطرين يا مجي الهالكين يا إله الأولين والآخرين. اشف اللهم يا رب مرضانا مرضى المسلمين وعافي مبتلانا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والنصارى ومن ناصرهم والمجوس ومن جاورهم والمنافقين ومن وافقهم السحرة ومن سلك نهجهم واقتفى أثرهم وتبع خطاهم. اللهم يا رب لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم. اللهم ارنا فيهم عجائب قوتك وقدرتك يا رب العالمين. اجعلهم اذا قاموا يتألمون واذا قعدوا يتألمون. اللهم لا تجمع صفهم ولا توحد كلمتهم ولا تعلي رايتهم. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود. اجعلهم يا ربي اذا قاموا يتألمون واذا قعدوا يتألمون واذا اضطجعوا يتألمون. اللهم زدهم ألما وضعف لهم نارا وحرا وحريقا وألما. لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم يا فاتح أبواب الفرج يا عاليا بلا درج يا من شق البحر لموسى حتى خرج. أخرجنا وسائر وكل المسلمين من الضيق إلى الفرج من التعاسة والشقاء إلى الفرحة والسعادة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا. لا إله إلا أنت عز جارك وجل وعظم مجدك ولا إله غيرك ولا رب سواك. العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى كلها وصفاته العلى كل أن يشفيكم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. لا إله إلا الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم رب الناس ويا إله الناس ويا خالق الناس أذهب البأس أشفي أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي داء ولا ضرا ولا عينا ولا سحرا ولا حسدا ولا ألما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقرب ازني علما وقرب ازني علما. اللهم ينفهم مسلمان فهمنا ويمع لما داود علمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقرب بإذن علما. ربي ما كان مصوبين فإنك وحدك ومن كان بخطأنا وسهونا وزلوا سيان في طريقة وقرأت وطعوا الكلام فمن نفس الشيطان الله رسوله وبراء الله أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين. اسمعني الراس ديالك كيتحرك زيدي كيفاش يدك اليسر اليمنى زيدي شويه تبعتو هنا خاصنا نزيدو جمعة نبقى.